تماما مثل اليوم الوطني، أصبح يوم التأسيس مناسبة تتسابق فيها المواهب لتقديم أجمل الأعمال، فيزدهي يوم التأسيس بإنتاجات موسيقية وغنائية وفنية تحكي قصة دولة ارتبطت بها مشاعر الحب والانتماء والولاء. عن هذا الموضوع سيكون حديثنا اليوم. قبل ذلك نشاهد تقرير يلخص أبرز الأعمال الإعلانية التي أهديت ليوم التأسيس هذا العام والعامين الماضيين. نتابع. رسمت الريشة السعودية في يوم التأسيس أجمل صورها في أغاني وأعمال استوحت خيالها من إبداع الموروث. تقدم اليوم المادة الترفيهية والإثرائية الأهم في المحتوى المتعلق بأيامنا ومناسباتنا الوطنية، فها هي القصيدة الشعبية تحضر في أغاني حديثة. ها هو السيف الأجرب يحضر ليس في المتاحف التراثية ولكن أيضا في أعمال غنائية وفنية. وهذه أقدم قصيدة موثقة للعرضة السعودية، تغنى لأول مرة بعد أكثر من 200 عام، تشارك فيها المرأة السعودية القديمة وتوثق القصيدة قصة مساهمة. وها هي قصص حروب ومعارك التأسيس والتوحيد تحكى وتغنى وتجسد في أعمال وثائقية وفنية مبهرة. وفي جوانب أخرى قدمت إعلانات التأسيس بطرقها المختلفة دروساً للأجيال عن ماضيهم وتاريخهم. 300 سنة وأكثر هذا يوم التأسيس، اليوم الوطني واللي 3 سنين. وثقت أعمال أخرى الأزياء والمظاهر التقليدية الثرية، وهي تحكي بدقة تصويرها وإبداع مخرجيها حياة أوائلنا وتقاليدهم وحتى كيف كان شكل أبوابهم. هذا يوم التأسيس الذي فتح لنا أبواب كتب التاريخ العتيق لهذه الأرض وقص لنا حكايات كانت الموسيقى لغتها والإبداع خيالها، وهو الذي سيأتي كل عام معيداً تقديم الموروث فخراً واعتزازاً واحتفاءً.